سواء هنا أو بالعراق، أنا أحفادي بالعراق كلهم متابعيها، يعني من نريد أسكتهم فالشغلة نفتح لهم على طيور الجنة، قناة تثقيفية ترفيهية معنى الكلمة، قناة الطفل الأولى. شكرا طيور الجنة لكم على البرامج اللي بتعرضوها. قال الأرنب لا أمه تسمحي لي روح العب ماما، قالوا لا يا ماما. الاطفال بكيفوا عليها لما يعدوا، وقناة رائعة حقيقة، قناة رائعة جدا وهادفة، وموفقين إن شاء الله، الله يبارك فيهم. قناة طيور الجنة قناة مسلية وهادفة تعليمية للأطفال. أنا عندي أولاد أختي فرح وحسن، أطفال عمرهم 2 و3 سنين، بيحبوا كتير القناة وبيتابعوها دائماً وبيغنوا دائماً أغنيها. وعصوم ووليد وجد وإياد. وعلى كل إشي جميل، وبتبني فكر للطفل بكل أبعاد جميلة، وأنا من أشد المعجبين لطيور الجنة، وعشرة على عشرة طيور الجنة، وشكراً. وإحنا بنحبك كتير. والله أخوي الصغير أنا مجنني بقناة طيور الجنة، دائماً بيكون حاط عليها، وقناة كثير مفيدة للأطفال، يعني بدل ما يحضر أشياء ثانية كثير مفيدة للأطفال. والله أول شيء الله يعطيك العافية الشباب، صراحة يعني طيور الجنة بالنسبة لنا منفذ لتعليم الأطفال الأخلاق الإسلامية والدينية، وكثير والله مبسوطين عليها، يعني الحمد لله إنه في طيور الجنة موجودة، والله يعطيك العافية. أنا بعرف وليد اللي بغني أنا الحرامي حتى أغاني هاي القناة حافظينا صرنا، هاي اللي علمت أولادنا حتى طريقة الحكي 100%. هاي عندي ابني الصغير لليوم بغني لي بابا جاب ماما جابت بيبي ومش عارف. مرحبا، أنا بحب طيور الجنة كتير وبشكرهم لأن أغانيهم كتير حلوين.